السلام عليكم. حققت القوات الموالية للحكومة الشرعية تقدمات كبيرة في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، وقالت مصادر رسمية إن القوات استكملت تحرير مديرية الدريهمي الواقعة جنوبي المحافظة ومستمرة في التقدم باتجاه مدينة ميناء الحديدة. ومنذ أيام تشهد مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي انهيارات متتالية وسريعة حاول زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي تبريرها والتقليل من أهميتها بالأمس. وبعد أن ظلت الحديدة خطا أحمر من قبل المجتمع الدولي، يبدو أن الأمر قد اختلف هذه المرة، وربما تم الاتفاق على أن تكون الهيمنة في الساحل محصورة على التحالف والقوات التي يدعمها. مراقبون يقولون في حال خسرت ميليشيا الحوثي مدينة الحديدة وميناءها، فإن الحوثيين سيدخلون المرحلة الأخيرة من مراحل الانقلاب، وستصبح هزيمتهم العسكرية مسألة مفروغا منها. لكن كثيرون يتساءلون لماذا لا يتم تفعيل جبهات تعز بالتزامن مع هذه التقدمات، ولما لا يراد لتعز أن تتحرر هي أيضا، وهي أسهل على القوات الحكومية والتحالف من مناطق يحظى الحوثيون عليها بسيطرة كاملة كالحديدة. وأخيرا، هل سيكون لأبناء الحديدة دور في إسقاط مدنهم من الحوثيين في حال اقتراب القوات المشتركة؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في المساء اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي والكاتب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك، شكرا جزيلا. أهلا بك في هذه الحلقة أستاذ ياسين. وقبل أن نبدأ حوارنا كالمعتاد، نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الحديدة تتأهب والقوات المشتركة تدق أبواب المدينة. بسرعة دراماتيكية تتقدم القوات الموالية للحكومة من جنوب الحديدة باتجاه ميناء المدينة وسواحلها. مصادر عسكرية قالت إن القوات سيطرت على مديرية الدريهمي بالكامل وباتت على بعد 18 كيلو مترا من ميناء المحافظة. والصحيح، يعني في بعض من المعارك، في بعض من الأحداث حصلت تراجعات، هذا شيء يحصل عادة في الحروب، ويحصل الكر والفر، وتحصل أحيانا حالة من التراجع في بعض المناطق نتيجة لعوامل موضوعية. هذا زعيم الحوثيين يعترف بتقهقر ميليشياته، ويحاول احتواء الضربة بالحديث عن أسباب موضوعية لخسارتهم شريطا واسعا من المواقع العسكرية والمدنية في مدينة الحديدة. قالت مصادر إعلامية إن الميليشيا أعلنت حالة النفير الأمني وشنت حملة واسعة لترقب واعتقال من تصفهم بالمرجفين، وذلك تحسبا لأي نفير شعبي ضدهم أو تحركات لمناصرة القوات المشتركة حال قربها من المدينة. التهاوي السريع لميليشيا الحوثي وتقدم القوات الموالية للحكومة بهذه السرعة يطرح تساؤلا موضوعيا على الطاولة: ما إذا كان هناك ضوء دولي أخضر لتحرير الحديدة بعد أن ظلت خطا أحمر من قبل الدول الكبرى طوال الفترة الماضية؟ ثم ما هي طبيعة هذا الاتفاق؟ وهل يشمل العاصمة صنعاء ومدينة تعز، أم أنه يتركز فقط على الشريط الساحلي؟ الحديدة وميناؤها يعدان شريان حياة بالنسبة لميليشيا الحوثي، وخسارتهم لها ستغير حتما من ميزان المعركة ككل. فهل أصبح الحوثيون يشعرون بقرب انتهاء المسرحية الدولية؟ تصريحات وزير الخارجية خالد اليماني قبل أيام حول موافقة الحوثيين على تسليم السلاح قد تكون لها علاقة بالوضع العسكري على الأرض، وربما بمعلومات لدى الحوثيين أن المجتمع الدولي أعطى الضوء للتحالف لاستلام الساحل الغربي بأكمله. موقع الحكومة الشرعية من هذه الترتيبات لا يبدو في العمق، فالمؤشرات تقول إنها ترتيبات بين الدول الكبرى والتحالف العربي، فأين ستكون الشرعية من كل ذلك؟ خاصة وأن القوات التي تخوض هذه المعارك مرتبطة بشخصيات ليس لها علاقة مباشرة بالحكومة الشرعية، الأمر الذي يثير مخاوف الكثيرين حول مستقبل مدينة الحديدة ما بعد التحرير. إذن أستاذ ياسين، يعني الحديدة هي معركة تأجلت كثيرا، برأيك أستاذ ياسين هل تم اتخاذ فعلا قرار تحرير الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. بالتأكيد المؤشرات التي نراها في الميدان اليوم تشير إلى أن هناك نية فعلا لتحرير الحديدة، ولكن أعتقد أن حتى هذه التسميات لم يعد لها معنى. الأمر هنا يتعلق بالاستيلاء على مدينة الحديدة وليس تحريرها، لأننا نعلم ما الذي تخفيه هذه القوات وهذه التحركات العسكرية.
نحن أمام استحقاق له علاقة مباشرة بأمن المملكة العربية السعودية، وليست في حساباته يعني ما نعتقد نحن أنه يدخل في يعني في إطار التحرير أو استعادة الشرعية وإلى آخره. هذه الشعارات أعتقد أنها سقطت طيلة الفترة الماضية، ومؤشرات المرحلة الماضية تؤكد ذلك. نحن أمام تحركات عسكرية لها علاقة بأمن المملكة العربية السعودية، هناك مخاوف حقيقية وهناك أدلة تتحدث عنها المملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة الأمريكية تبنت وجهة النظر السعودية فيما يتعلق بتهريب الصواريخ الإيرانية إلى الحوثيين، وهذه حقيقة بطبيعة الحال. الحديدة مثلت مصدر خطر للسلطة الشرعية وللمعركة ضد الإنقلابيين منذ ما قبل 3 سنوات تقريبا، لكن لم يكن يؤبه لهذه النقطة تحديدا، لأن في الوقت الذي كان المؤمنون بضرورة استعادة الشرعية يأملون في تسريع وتيرة التحركات العسكرية لاستعادة الحديدة وتحرير تعز والوصول وتقدم سريعا باتجاه صنعاء، كان التحالف له ترتيباته الخاصة، ويبدو اليوم أن هذا التحالف يتحرك وفقا لمخاوفه الأمنية أكثر من مسألة ارتباطه بالسلطة الشرعية، خصوصا وأن أحداث الفترة السابقة سقطرى الترتيبات الموجودة في عدن كلها تشير إلى أن التحالف بات على الضد من هذه السلطة الشرعية ومن أجندة استعادة الشرعية لولايتها الدستورية في اليمن. إذن نحن أمام معركة محمولة بأجندات أمنية وأولويات سعودية وأولويات دولية في المقام الأول. هذه الأولويات جدية إلى حد يسمح بتوقع أن معركة الحديدة وشيكة، وأن القوات كما تعلمون هي تجنبت المرور عبر التجمعات السكانية الرئيسية على ساحل البحر الأحمر. هناك مديرية لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، هم يريدون أن يحققوا تقدما سريعا باتجاه الحديدة في منطقة فراغ سكاني. على كل حال هناك تفوق نوعي على مستوى التسليح، البوارج تضرب من جهة، الطيران، الأباتشي، الصواريخ، كل هذا التفوق النوعي التسليحي للتحالف ومسنودا طبعا بتحركات الكتائب الميدانية التي هي عبارة عن شتات من القوات المتناقضة بطبيعة الحال. هناك ألوية عمالقة، هذه الألوية يعتقدون أنهم يحاربون لأجل الإمارات ويحاربون خارج بلادهم اعتقادا أو هكذا تبدو الأمور، بمعنى أن التحركات العسكرية للقوات المحسوبة على الحكومة، وهي ليست محسوبة على الحكومة في كل الأحوال، لا تأتي في سياق الأجندة الواضحة التي نعرفها جميعا، وهي العمل تحت مظلة الشرعية والعمل على استعادة الشرعية والإقرار بأن السلطة الشرعية هي المرجعية العسكرية والسياسية العليا في هذه المعركة المفصلية. هذا الأمر ليس له، لا يظهر إلا في الاتصالات الهاتفية بين الرئيس عبد الرب منصور هادي والقادة العسكريين الميدانيين، لكن هؤلاء القادة العسكريين الميدانيين لا يتلقون رواتبهم من السلطة الشرعية ولا يتلقون رواتبهم مباشرة من الإمارات، ولهذا نحن أمام إشكالية حقيقية. يعني بالقدر الذي يعني المراقب أو اليمنيون بشكل عام يأملون بأن تتسارع التحركات العسكرية لاستعادة الحديدة، هذا يظل في نهاية المطاف إنجاز عسكري مهم ومنتظر من الجميع، لأن بقاء الحديدة ليست يعني لا يشكل خطورة أمنية فحسب، هي الحديدة، بقاء الحديدة بيد الحوثيين كانت توفر مصدر دخل كبير جدا لهم، موردا اقتصاديا مهما، أيضا كانت تعطيهم هذا البعد الوطني السيادي الذي يجعلهم سلطة حقيقية على الأرض وتسيطر على مساحة كبيرة من الأرض. هذه الأولويات لم يلتفت إليها التحالف منذ ما قبل 3 سنوات. اليوم عندما بدأت الصواريخ تنهال على الرياض وعلى المدن السعودية الرئيسية صار من أولويات التحالف استعادة الحديدة، وأنا أعتقد أن المعركة يمكن أن تصل إلى مرحلة استعادة الحديدة. قد تكون هذه المعركة مكلفة كبيرة يعني بشكل كبير جدا على المستوى الإنساني، بمعنى أن هذه مدينة مكتظة بالسكان وسكانها ليست لديهم خيارات كثيرة، يعني معظمهم لاجئين، بعضهم لجأوا إلى الحديدة من مناطق مختلفة، وأبناء الحديدة أنفسهم ليست لديهم خيارات ولا لديهم القدرة أيضا، وليس لديهم القدرة، ولا توجد بدائل أيضا لا من جانب التحالف ولا المنظمات الإنسانية التي بإمكانها أن تستوعب نزوح إنساني كبير من هذه المدينة. فأنا الحوثيين طبعا لا يقاتلون يعني ليس لديهم سقف أخلاقي، سوف يعقدون المعركة على مستوى المدينة، في نهاية المطاف المدينة سيتم استعادتها، ولكن الكلفة عالية جدا، والنهاية
سيضع التحالف يده على الساحل الغربي لمنع تهريب الحوثيين، وستبقى المناطق الداخلية محل نزاع، وهذه هي الإشكالية. بمعنى أنه طالما والهدف ليس استعادة الشرعية. نعم، تتحدث عن ألوية خارج نطاق الحكومة أو لا تتبع الحكومة كلواء العمالقة، تتحدث عن التحالف، إذن أين يقف أو تقف الآن قوات الجيش الوطني؟ المعارك التي يخوضها الجيش الوطني هي الآن رهن المراوحة. الجيش الوطني عانى طيلة الفترة الماضية من استهداف واضح من جانب التحالف. طبعا الجيش الوطني يتلقى دعمه التسليحي والمالي من التحالف، ولكن هذا الدعم ليس بالقدر المطلوب، ليس بالقدر المطلوب وليس متواصلا. هناك استنزاف للمعنويات، هناك استنزاف بشري لهذه القوات، هناك تخطيط وتكتيك محكم لجعل الجبهات التي يقاتل فيها الجيش الوطني الذي يمثل خيار اليمنيين في استعادة دولتهم، هذه المناطق تشهد مواجهة الأساس منها. وكما يخطط التحالف هي استنزاف القوى البشرية لدوافع أيديولوجية لا يعني يعرفها الجميع. اليوم ليس هناك رغبة من التحالف في أن يسمح للجيش بالتقدم من جهة نهم باتجاه صنعاء، ليس هناك رغبة لأن يواصل الجيش تحركاته في الجوف، ليس هناك رغبة في أن يتقدم الجيش باتجاه البيضاء، والبيضاء مهمة جدا. ليس هناك رغبة منذ البداية لإسناد الجيش الوطني في تعز استكمال التحرير، على الرغم من الاستعداد الميداني في تعز قوي جدا. صحيح، يعني وربما هذا الإنجاز المتسارع الذي يحدث في الحديدة كما حدث سابقا في عدن وفي شبوة أيضا، حين يريد التحالف تحرير منطقة فإنه يسعى إليها سريعا. هذا الإنجاز المتسارع أيضا ألا يجعلنا يعني نفتح العديد من الأبواب؟ مثلا هل تلقى التحالف الضوء الأخضر من القوى الدولية لتحرير الحديدة؟ ونحن نعلم ما الذي تعني الحديدة بالنسبة للعالم والضجيج الذي يحدث حينها. بالتأكيد أنا قلت في سياق حديثي أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت وجهة النظر السعودية ووجهة نظر التحالف بالكامل. وكما تعلمون أحد النقاط الاثنى عشر التي عرضها وزير الخارجية في سياق استراتيجيته باتجاه إيران كانت هو الطلب من إيران بعدم تقديم الدعم للحوثيين. إذن نحن اليوم أمام استراتيجية أمريكية، يعني استراتيجية أساسية في التعامل مع إيران ومع المعطى الإيراني ومع الدور الإيراني في المنطقة. وبما أن هناك فقرة خاصة تخص دعم إيران للحوثيين، فأعتقد أن التحرك العسكري اليوم يتسق تماماً مع وجهة النظر الأمريكية اليوم التي أصبحت جزء من استراتيجية واضحة المعالم. فالتحالف لم يواجه صعوبات كبيرة حتى قبل 3 سنوات، لم تكن هناك تعقيدات يعني تمنع التحالف من التحرك باتجاه الحديدة، ولكن التحالف كان يتجنب إلى حد كبير منح المشروع الوطني اليمني فرصة النجاح. هذه هي الإشكالية بالنسبة للتحالف. يعني لو مضت العملية العسكرية بالوتيرة المتسارعة بما يمكن اليمنيين من استعادة دولتهم تحت مظلة التحالف، لكنا اختصرنا يعني كثير من الخسائر والتداعيات الخطيرة جدا للمعركة العسكرية التي شهدناها على مدى 3 سنوات الماضية. لكن هذا التحالف لم يكن يرغب فعلا في منح المشروع الوطني فرصة النجاح والاستقرار والتطور باتجاه تأسيس دولة اتحادية ديمقراطية حقيقية في اليمن. إذن يعني ربما السؤال أيضا أستاذ ياسين، ما الذي تعني خسارة الحوثي للحديدة؟ هي خسارة متعددة الأبعاد. أولا الحوثي عندما يخسر الحديدة سيتلقى ضربة معنوية كبيرة جدا. جزء من الذين يقاتلون معه ليس بدوافع عقائدية. صحيح أن الكتلة الصلبة المقاتلة لديه العقائدية ستظل تقاتل معه وتحت إمرته إلى ما لا نهاية، ولكن هذه الكتلة الصلبة هي صغيرة ولا تفي بالمطلوب، ولا يمكن لها أن تتوزع على كل الجبهات الأساسية المشتعلة على الساحة الوطنية. وبالتالي عندما يفقد الحديدة فهذا يشكل خسارة وضربة معنوية كبيرة، سيدفع بالآخرين للانفضاض من حوله. هذا واحد. اثنين، سيشجعهم أكثر. أستاذ ياسين اسمح لي يعني بالمقاطعة، نستكمل ما الذي تعني خسارة الحديدة بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف العميد محمد جسار مستشار رئيس هيئة الأركان العامة من مأرب. مساء الخير سيادة العميد.
سيادة العميد هل تسمعني؟ نعم نعم. أهلا بك معنا. بداية يعني أود أن أسألك، الجيش الوطني والمقاومة يحققان تقدما مهما في محافظة الحديدة، ما الذي تبقى من المحافظة حتى نستطيع القول أو أنهم وصلوا إلى عمق المحافظة وهو الميناء؟ نعم، الصوت عندكم الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح، تفضل سمعتني؟ نعم نعم تفضل. ما حصل من تطور ومن تقدم من الجيش الوطني في الساحل الغربي، يعني باتجاه الحوارين، يعني المحور الجنوبي بتاع الدريدين والمحور الداخلي، وهو من من حيث وصول يعني اتجاه يعني زبيد بيت السبيل وصولا الى المنصوريه. هذا التقدم الذي حصل كانت هي ضمن الخطه الاستراتيجيه الجديده للجيش الوطني والتحالف باتجاه تحقيق هدف استراتيجي هام وهو اسقاط مدينة الحديدة واخراج الميليشيات الحوثية منها. هذا يعني ما حصل هو هي كانت مفاجأة كبيرة وعظيمة، افقدت الحوثيين يعني توازنهم واوجدت ارباك كبير لقياداتهم، لانهم كان كل جهدهم العسكري والرئيسي وكان في الاتجاه الاخر، وكانت الخطة هي فعلا ناجحة ووصلت إلى مقربة من مطار الحديدة والدريهي الذي لا تزيد المسافة عن مدينة الحديدة من 18 إلى 20 كيلو متر. هذا الانتصار يعني يعتبر انتصار نوعي وعظيم، يعني ناجع من الزعيم العصابة الحوثي البارحة يقلل من قيمة هذا الانتصار ويعتبرها هي من صفات الحرب الكر والفر ومن عادات التراجع، ولكنه نذير أساسي ومهم دق في عقولهم وفي قلوبهم أنه لا يستطيعون البقاء ولا يستطيعون السيطرة على مدينة الحديدة وعلى الحديدة، وهدف استراتيجي هام يمثل لهم على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستراتيجي الحيوي الاقتصادي الذي كان يعود عليهم بالمنافع الكثيره في دخول الاسلحه بمختلف انواعها، وايضا المفردات الملاحيه التي كان يصل الى 20 مليون دولار في الشهر. إذن يعني هل سيستمر هذا التقدم العسكري أم أن يعني هناك مخاوف أيضا لا تزال قائمة من توقف هذا التقدم كما حدث في السنتين الماضيتين؟ لا أبدا، لا يوجد هناك أي تخوف، ومن خلال هذه المعارك الماضية ويتخذوا من هذه الدروس ما هو إيجابي وما هو سلبي، وعليه تبنى بنية هذه الخطة تجاوز كل تلك السلبيات وعرفت ما هي نقاط الضعف التي كانت في الجيش الوطني في كل المراحل السابقة في مراحل الأعمال في المصارعة الملكية التالية، وأيضا استنتجت خطة استراتيجيه سواء على مستوى الحديده وعلى مستوى البيضاء وتعز وصعده، ولا سيما الحديده هذا هي هدف من الاهداف الاربعه الاستراتيجيه التي يعني تقدمت الخطه العامه والاستراتيجيه العامه للجيش الوطني والتحالف العربي، يعني تشكلت يعني وفق رؤيه سليمه ودراسه صحيحه ومعلومات دقيقة عن العدو ومدى قدرته
على الوقوف امام الشرعيه. العدو سينسحب، العدو سيخسر الحديده حتما. لا اقول هذا الكلام من منطلق رفع الروح المعنويه ولا من منطلق المجاهده، ولكن من خلال المعطيات على الارض تشير تماما حتى للانسان البسيط ان النصر قادم وسوف تسقط الحديده تماما. وان شاء الله هي ووقت معين من معين حتى وتتجنب الحديده عن غيرها ما حصل في المره الاولى. نعم، اذا شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك العميد محمد جسار مستشار رئيس هيئه الاركان العامه من مأرب عبر الهاتف، كنت معنا. اذا نعود اليك استاذ ياسين. استاذ ياسين، كنت تتحدث عن اهم المكاسب او ما الذي سيخسره الحوثي بمعنى صح ان خسر الحديده. كنت اتحدث واقول ان الضربه المعنويه هي ستنعكس بشكل مباشر على مؤيديه او على الذين يعني تجندوا معه خلال الفتره الماضيه. لا شك ان الكثير من الحماس سيقل لمواصله المهمه العسكريه مع الحوثي، خصوصا وان الحديده لها رمزيه خاصه، الساحل الغربي له رمزيه خاصه. لكن ايضا العمق الاستراتيجي الذي اشار اليه العميد جسار يشكل اهميه يعني اساسيه بالنسبه لوجود الحوثيين وتاثيرهم على مستوى الساحة اليمنية وعلى مستوى قوتهم التفاوضية. تأثيرهم على الملاحة البحرية سيقل، وكما هو معروف ظل الهاجس الأساسي هو يعني القلق على الملاحة البحرية على منطقة باب المندب. اليوم الحوثيون ومن خلفهم إيران يفقدون هذه الميزة ويفقدون ميزة السيطرة والتأثير في الملاحة البحرية، وأعتقد أنه مهمة العملية العسكرية هي هذه، يعني إنهاء أي أثر للحوثيين على الملاحة البحرية الدولية. ولهذا هم سيسيطرون على الحديدة، وسيلتقي الجيش القادم من ميدي بالجيش القادم من المخا والحديدة، وستتم السيطرة لا شك على الساحل الغربي، وسينتهي تأثير الحوثيين. لكن هناك البعد الاقتصادي أيضا في غاية الأهمية، ليس فقط لأن الحوثيين كانوا يحصلون على عوائد جمركية من البضائع التي تصل إلى اليمن، خصوصا أن 80% من السلع الأساسية التي كانت تصل إلى اليمن كانت تمر عبر الحديدة بعدما قامت الإمارات بتعطيل أكبر ميناء في اليمن وهو ميناء عدن. وتصعيب وتعقيد العمليات عمليات المناولة والتجارة والاستيراد والتصدير في ميناء عدن، يعني أصبح الثقل الأساسي موجود في ميناء الحديدة وإلى حد ما ميناء الصليف. هذه الموانئ طبعا سيفقدها الحوثيون مثلما فقدوا ميناء المخا، وسيفقدون كما فقدوا ميدي أيضا. إذا الفقدان السيطرة على ساحل البحر الأحمر هذا ينهي يعني جزء كبير جدا من الخطر الذي كان يمثله الحوثيون ومن خلفهم إيران. أيضا تجارة المشتقات النفطية، إيران كانت تدفع يعني ربما تغطي جزء كبير من تكاليف العمليات أو مصاريف التشغيلية بالنسبة للحوثيين عبر ضخ كميات كبيرة من المشتقات النفطية. أيضا سيطرة النافذين المحسوبين من والأسر النافذة المحسوبة على الحركة الحوثية سيطروا على تجارة المشتقات النفطية. اليوم عندما يفقدون السيطرة على ميناء الحديدة يفقدون السيطرة على المشتقات النفطية، وهذه ميزة خطيرة ومهمة جدا بالنسبة للحوثيين، ومعها سيفقدون القدرة على مواصلة حتى العمليات العسكرية ليس فقط في الساحل الغربي وإنما في مختلف الجبهات. لا شك أن الاستعادة الحديدة سيشكل ضربة معنوية كبيرة جدا، وضربة مادية، وضربة استراتيجية، وضربة اقتصادية أيضا سيتكبدها الحوثيون متى أو ما تم استعادة هذا الميناء. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الركن توجيه اللواء الأول في المقاومة التهامية محمد شليم من الحديدة. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. نعم، يعني على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، هل أطلعتنا على المواجهات وسيرها وأي المناطق تم السيطرة عليها؟ الحمد لله، منذ يومين وقوات المقاومة التهامية والجنوبية تخوض معارك عنيفة مع
الميليشيات الإنقلابية، وتمت السيطرة سابقا على قرية الحيمة والغويرق، وقبل يومين تمت السيطرة على الجبلية وكذلك المغرس، ويوم أمس كانوا بالدريهمي، وحاليا لا زلنا بالدريهمي تحت سيطرتنا. نعم. إذن هل حدثنا يعني هل هناك أكثر من جبهة للمعركة؟ لا أسمعك. هل هناك أكثر من جبهة للمعركة؟ فهي جبهة واحدة وتحت قيادة واحدة، قيادة التحالف العربي، وتحت خطط محكمة وتكتيك عالي. الحمد لله العظيم جنبنا الخسائر، و بصراحة يعني هجوم كاسح ضد الميليشيات الحوثية، وهجوم يعتبر ناجح 100% منذ يومين. نعم. ما طبيعة القوات المشاركة في هذه المعركة أستاذ محمد؟ لم أسمعك. ما طبيعة القوات المشاركة في هذه المعركة؟ القوات المشاركة في الهجوم معنوياتهم عارية عارمة وفرحة عارمة بالانتصار الكبير الذي دق أبواب عاصمة إقليم تهامة مدينة الحديدة، فأصبحوا على بعد 18 كيلو من عاصمة الإقليم الحديدة، وإن شاء الله بالوقت القريب سيتم السيطرة الكاملة على مدينة الحديدة، وهذه يعني معنويات عالية ولا تراجع، لا تراجع، سيتم السيطرة على إقليم تهامة وليس مدينة الحديدة فقط. نعم. ربما لم يتضح سؤالي لك أستاذ محمد، ولكن يعني ما الذي يلزم المقاومة لاستكمال معركة التحرير؟ لا يلزمنا شيء، والاستعداد عالي وفي أتم الجاهزية، لكن لدينا خطط يتم دراستها ومن ثم الهجوم، خاصة نحن لا نلقي بأفرادنا إلى التهلكة أو الموت مثل ما تفعل الميليشيات الإنقلابية، نحن نمشي بخطط محكمة وقيادات عسكرية ذو خبرات عالية، وخاصة من أبناء تهامة الموجودين في الميدان والأخبر بالمناطق، مثل العقيد ركن أحمد الكوكباني الذي خبرته يملك خبرات عسكرية أفادتنا في هجوم، وليس في هجوم هذه الأيام، بل في هجوم جبهة الساحل الغربي بأكملها. نعم. نتمنى لكم التوفيق أستاذ محمد ركن محمد شلي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف، وأنت ركن توجيه اللواء الأول في المقاومة التهامية من الحديدة. إذا عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني هناك يعني طبيعة الحال صار لدى اليمنيين مخاوف كبيرة من أي نكسة لهذه التقدمات، خاصة يعني مسألة تحرير الحديدة وتعز، يجري الحديث دائما عن بدء التحرير، عن بدء المعركة، ولكن للأسف يعني لا يتم يعني التوقف دون استكمال هذا التحرير، هل هذا وارد الآن؟ ليست هناك مخاوف من إمكانية أن تتعطل هذه المعركة أو تتعثر هذه المعركة. هذه المعركة كما قلت لا تخص المشروع الوطني وليست في سياق المشروع الوطني، وبالتالي نحن أمام معركة يخوضها التحالف بما استعان بها من كتائب، بعضها جنوبية، بعضها تنتمي إلى المقاومة التهامية، بعضها تنتمي إلى بقايا القوات كانت محسوبة على رأس النظام السابق. فهذه المعركة بطبيعة الحال إذا كانت تثير مخاوف فهي تثير مخاوف بالنسبة لسكان مدينة الحديدة، لأنهم يدركون أن الحوثيين يعني لا يتصرفون بمسؤولية حيال المدنيين، وبالتالي بإمكانهم أن يفجروا معركة مع القوات القادمة باتجاه الحديدة فتتضاعف المعاناة الإنسانية. لكن أولا دعيني هنا أتحدث عن طبيعة المعركة التي تدور على الساحل الغربي. التقدم السريع الذي نراه طبعا هو محكوم بطبيعة الفارق التسليحي والنوعي الذي تتمتع به القوات القادمة أو الموالية للحكومة، الإسناد البحري، الإسناد الجوي من جانب التحالف، أيضا التقدم يتم في منطقة فراغ سكاني، وبالتالي لا يمكن الحديث حتى هذه اللحظة عن معارك حاسمة في هذه الجبهة، ليست هناك معارك حاسمة
في هذه الجبهة. التقدم كما قلت يتم في منطقة فراغ سكاني، وهذا التقدم كان بالإمكان أن يتم بالأمس كما هو اليوم، يعني ليس هناك جديد، ليس هناك حالة استثنائية في هذا التقدم. كل ما فيه الأمر أن التحالف قرر أن يدعم هذا التقدم، فمضت هذه القوات باتجاه مدينة الحديدة. العملية القتالية ستبدأ مع وصول القوات باتجاه أول وحدة سكنية في مدينة الحديدة، لأن في هذه المناطق يسهل التحصن بهذه المباني. طبيعة التحذيرات التي يطلقها التحالف الآن أنه إذا صعد أحد القناصة على سطح منزل فعلى سكان المنزل أن يغادروا، بمعنى أنه سيتم التعامل مع القناصة تعاملا مباشرا عن طريق القصف، وبالتالي يعني هناك تعقيدات كبيرة جدا، هناك خسائر كبيرة جدا يمكن أن تشهدها مدينة الحديدة خلال المرحلة القادمة. وكما قلت لك هذه المعركة منفصلة تماما عن المشروع الوطني، لكن نحن ندعم معركة استعادة الحديدة. بقاء الحديدة بيد الحوثيين مشكلة كبيرة، ويعني كانت مشكلة بالأمس واليوم، وستستمر مشكلة في المستقبل إذا لم يتم استعادتها. لكن معروف أن مخطط التحالف واستعادة الحديدة، لكن ليس في سياق أيضا تمكين السلطة الشرعية، وفي سياق تمكين الدولة اليمنية الاتحادية التي نحن نتطلع إلى فعلا أن تترسخ جذورها في اليمن، وهذه هي الصيغة المثلى لتحقيق أهداف التدخل العسكري للتحالف. إذن يعني هناك أيضا من يتساءل أستاذ ياسين، يعني أنت تتحدث أنه فجأة قرر التحالف أن ينهي هذه المعركة فأراد لها الإنهاء، يعني ألا نتوقع أن يأتي قرار آخر لتعز؟ يعني ما الذي يؤخر تعز من هكذا قرار؟ المشكلة في تعز أن هناك جيش وطني مرتبط بمشروع الدولة، مرتبط بالمشروع الوطني بشكل عميق جدا. هناك ثائر سياسي لحكام أبو ظبي مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتقدون أنه يهيمن سياسيا في هذه المحافظة، وهذه طبعا يعني مبالغة زايدة عن الحد، لكن هم لديهم حساسية من وجود أي قوى سياسية لها علاقة بالإسلام السياسي. ولكن هذا الثأر أو هذه الحساسية دفعنا ثمنها غاليا في تعز، يعني ليس فقط المسألة لا تتعلق بأنه التحالف مقصر في دعم الجيش الوطني والمقاومة في تعز، وإنما هناك محاولة لعرقلة أي تقدم عسكري في محافظة تعز، يعني محاولة دائما لتعميق مشكلة محافظة تعز حتى يتم إعادة صياغتها على النحو الذي يريده التحالف، وهذه مشكلة كبيرة عانت منها تعز منذ أكثر من 3 سنوات. ليس هناك ما يمنع من تحرير محافظة تعز، الجيش هناك مستعد ولديه قدرة قتالية عالية، وقد أثبت خلال السنوات 3 الماضية أنه بإمكانيته البسيطة استطاع أن يحقق تلك الإنجازات ويطرد الحوثيين من مدينة تعز، وهذه يعني عملية كبيرة جدا وخطيرة جدا، واستطاع هذا الجيش والمقاومة أن يحققها خلال فترة بسيطة. اليوم هناك محاولة لإبقاء تعز جبهة استنجاف ومفتوحة، لكن ليس للحوثيين وإنما للمشروع السياسي الوطني في تعز. إذن هناك حسابات سياسية أيضا مرتبطة بموقف التحالف من الشرعية، وتنعكس بشكل مباشر على محافظة تعز. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ عبد السلام وهيب، الباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير أستاذ عبد السلام. أهلا، مساء النور، العافية. أهلا بك معنا أستاذ عبد السلام. وبداية يعني كونك من أبناء الحديدة أكيد أنت على اطلاع عما يحدث هناك، هل حدثتنا عن سير المعركة هناك؟ طبعا المعركة في محافظة الحديدة تسير على قدم وساق، فالمقاومة التهامية والألوية التابعة للنظام السابق، وكذلك القوى الأخرى والتحالف وإلى آخره، الآن يحررون وبشدة المناطق. حتى الآن يتبقى من محافظة الحديدة سوى تقريبا 25 أو 20 كيلومتر وحتى يصلون إلى مركز محافظة الحديدة، كذلك ناهيك عن المديريات الأخرى التي تم تحريرها، مثلا مثل حيس التحيتاء وعلى مشارف الجراح هم الآن. لكن نعم،
لكن تظل هناك معضلة يعني لها أهمية كبيرة، مثل مديرية التحيتة لم تحرر بالكامل، حررت جزئية منها، فلذلك تظل الميليشيات اليوم تلغم الطرق، تستخدم كل الآليات، فهنا المقاومة تظل يعني في لها معوقات وصعوبات، فيجب أن تؤجل بسرعة الحسم لهذه المديريات كونها مديريات مفتوحة ويعني يستطيعون بسرعة الحسم. نعم، يعني كيف يتم تجاوز بعض المناطق التي لم تحرر بالكامل من يعني الجيوب التي يتواجد فيها الحوثيون والانتقال إلى مركز المحافظة؟ ما هي مخاطر ذلك؟ هناك مخاطر عديدة بالنسبة للجيش والمقاومة الشعبية، ولكن يجب عليهم أن يرسموا خطط رئيسية لسرعة عملية الحسم. فنلاحظ الآن أنهم يسيرون إلى الحديدة بسرعة فائقة، وهناك مديريات مفتوحة، مثلا من السهل أنهم يخترقوا مديرية التحيتة وربما يصلون إلى الخوخة. يجب تأمين هذه المناطق وبشدة. كذلك لا ننسى شيء، أن هناك ألغام بكميات هائلة، فهذه الميليشيات تستخدمها لتأخير عملية الحسم. فعلى الجيش الوطني والمقاومة وكذلك المقاومة التهامية والتحالف العربي أن يجهز العدة لإبعاد هذه الألغام من كل المناطق. هذه هي أهم المخاطر الرئيسية لتأخير عملية الحسم ربما من وجهة نظري أرى. نعم، إذا بالنسبة للناس في الحديدة أستاذ عبد السلام، يعني ما مدى ترحيبهم بهذا التحرير؟ ما مدى تعاملهم مع ميليشيا الحوثيين؟ يعني كيف الأمر بالنسبة إليهم؟ والله الآن بالنسبة للمواطنين بشكل عام في محافظة الحديدة ينتظرون المقاومة بالوصول إليهم كالمشتاق لأمه في الغربة أو المشتاق لحبيبته، فلذلك يظل الوضع يعني العملية سهلة، المواطنين سيرحبون بهم على قدم وساق، فالعملية عملية وقت فقط. الموضوع يحتاج إلى يعني عملية تنسيق الجهود داخل ذلك. نلاحظ أحيانا القوة التهامية لا يوجد الرؤية الرئيسية لاجتياح المناطق بشكل عام، فيجب التقارب والتنسيق في هذا الجانب. نعم، إذا أستاذ عبد السلام، يعني أنت تحدثت أن يعني كذلك لا تفضل. إذا يعني كنت تتحدث كذلك مثلا الآن لا ننسى الحالة الإنسانية التي نعم الحالة الإنسانية كنت سأسألك عليها، التي تشهدها هذه المناطق الآن. نعم، سبقك بها عكاشة، فلذلك الحالة الإنسانية الآن المناطق تشهد حالة إنسانية مأساوية. يجب على المنظمات الإغاثية أن تكون بسرعة الجاهزية لإغاثة هذه المناطق، فهناك أناس لا يمتلكون قوت يومهم، فهناك كثير من المناطق محاصرة بشكل عام. فعلى هذه المنظمات والصليب الأحمر وغيره أن يتم توفير الأشياء اللازمة للمواطنين بشكل عام. فكما نلاحظ مثلا في حيث الآن بعض المواطنين يناشدون لا يوجد لديهم قوت اليوم، ربما تصل الحالة إلى حالة مأساوية بسبب الجوع، ناهيك عن الاختراقات الأخرى للميليشيات المتمثلة بالصواريخ والكاتيوشا والهاون وإلى آخره. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام وهيب الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني ربما أخيرا تحدث في آخر حديث الأستاذ عبد السلام عن المسألة الإنسانية، ما الذي يعنيه التحرير؟ هل فقط تخليص المدينة من الحوثيين والمضي نحو منطقة أخرى تاركين تلك المنطقة غارقة في الجوع والفقر وربما متعرضة للقصف أيضا للنزوح ولمخاوف كثيرة بجراء الحرب؟ لما لا تكون العملية متكاملة، يعني عسكرية إنسانية في كل الجوانب؟ هذا الذي يفترض بطبيعة الحال. العملية العسكرية يجب أن تكون
متوازية مع عمليات إجلاء وإغاثة، وهذا هو المفروض، لأن التدخل هنا ليس، نحن ليس بإزاء حرب مجردة من الالتزامات الإنسانية تجاه الناس، لكن هذه هي المعركة. المشكلة اليوم أن الحديدة يعني من الناحية الإنسانية هي متعددة الأبعاد. هناك أزمة إنسانية يمكن أن تتفجر بشكل كبير جدا نتيجة اندلاع عمليات قتالية داخل المدينة. عملية التجارة الاستيراد والتصدير ستتوقف، وهذا أيضا سينعكس بشكل كبير جدا على احتياجات الناس على مستوى الجمهورية. لهذا المطلوب أن تكون العملية عملية حاسمة وسريعة، وبما يضمن التقليل الحد الأدنى من التداعيات الإنسانية لمعركة كهذه. نحن شاهدنا في عدن بالنسبة لالتزامات التحالف، معركة عدن كانت خاطفة عندما التدخل البري أقصد، لكن التدخل الجوي أخذ وقتا قبل أن تتمكن الوحدات البرية من التدخل. لكن ماذا بعد التحرير؟ هناك إشكالية أيديولوجية سياسية أمنية تعاني منها عدن حتى هذه اللحظة، حتى أنه اليوم الذين دخلوا واستقبلهم أبناء عدن بترحاب وبحرارة عالية اليوم يقابلون برفض شديد. وأنا لا أتصور بطبيعة الحال أن الحديدة ستتحول إلى جنة بمجرد دخول قوات التحالف إليها، لا شك. وأنا أعتقد أن التحالف إذا لم يستفد جيدا من درس عدن فكارثة الحديدة لا يمكن تحملها الحديدة. لكن أيضا يعني الظروف الاجتماعية أيضا مختلفة بين عدن والحديدة، ربما تعدد الفصائل في عدن والاستماعات يعني تختلف. ليس هناك تعدد فصائلي في عدن أبدا، كان هناك وحدة، يعني وجود القاعدة وجود المجلس الانتقالي. القاعدة هذه ذريعة، القاعدة هذه ذريعة. الذين كانوا يقاتلون الحوثيين هم مقاومة وطنية تتشكل من أبناء عدن، من الحراك، من الإصلاح، من السلفيين. وكان معروف أن قائد المقاومة هو نائف وهو ينتمي للتجمع اليمني للإصلاح، لكن الناس لم يكونوا يفكروا بهذه الزاوية الحزبية الضيقة. كانوا يقاتلون من أجل عدن، من أجل كرامة عدن، وضحوا وقتلوا وجرحوا وشردوا. وحتى عند والتحالف اشترط قبل أن يتدخل تحييد هذه المقاومة، تعيين ضابط تنسيق الذي وهو الذي تولى منصب محافظ عدن بعد نايف البكري، وهو جعفر رحمه الله، الشهيد جعفر موسى اسمه، لا تذكر اسمه. أيوه. سعد. أيوه. سعد. أيوه. الشهيد سعد. فيعني تم تعيينه كمنسق ورابط بين التحالف وبين المقاومة. كانوا يريدون أن يتأكدوا بأن حصيلة الانتصار في نهاية المطاف يجب لا تذهب إلى المقاومة، ومع ذلك تم تحرير عدن. بعد تحرير عدن وجد المقاومون أنفسهم في لائحة الإعدامات والملاحقات وإلى آخره. يعني هل نتوقع نحن لا نريد هذا السيناريو يعني في الحديدة؟ نعم. خصوصا يعني هناك حديث أنه فعلا أن المقاومة متعددة الآن التي تحرر. تم هندسات المقاومة طبعا. نحن لا المقاومة التهامية حتى هذه اللحظة لا زالت عنوانا يثير الإعجاب ويثير الاهتمام، لكن هذه المقاومة تشكلت من ما يسمى بالحراك التهامي، وهو وعناصرها وقاداتها معظمهم مرتبطين بالمؤتمر الشعبي العام. نريد للمقاومة التهامة أن تستفيد من هذا الدرس، لأنه لا يمكن لمهمتها الوطنية أن تنجز بشكل صحيح إلا إذا كانت جزءا من المشروع الوطني، ويجب على الجميع أن يتحرروا من مسألة الثارات السياسية والتصفيات على أساس الانتماء الحزبي. الحديدة مدينة اليمنيين جميعا، الحديدة أهمية الاقتصادية كبيرة جدا لا تحتمل هذا القدر من العبث، ونحن لا نتصور أن التحالف يمكن أن يعيد إنتاج العبث، خصوصا وأن المجتمع الدولي عينه على نتمنى ذلك بالطبع. أستاذ ياسين شكرا جزيلا لك. ياسين التميمي الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.